هل ممكن علاج الالتهاب الرئوي في البيت ولا لازم الطفل يروح المستشفى؟ حالات كتير من الالتهاب الرئوي بتتسجل في فصل الشتاء، بس عاوز اقول لكم ان اكتر الحالات دي ممكن تتعالج في البيت. لو الطفل الدكتور قالك ان هو ممكن يتعالج في البيت بالالتهاب الرئوي، هقولك على شوية نصايح تعمليها لو طفلك قاعد في البيت. اول حاجة، لازم راحة في السرير. 2، لازم نشرب الكتير من السوائل عشان الطفل ما يجيلوش جفاف، حتى لو ناخد شوية شفطات مية كل شوية. 3، لازم ناخد جرعة المضاد الحيوي بانتظام زي ما الدكتور قال. 4، خلي الطفل لو كبير شوية ينام على مخدتين. 5، لو الطفل عنده حرارة او وجع اديله مسكنات زي السيتال والبروفين. بس اقولك على معلومة خطيرة بالنسبة للبروفين، بلاش تدي بروفين للاطفال اللي عندهم جفاف لان الكلية متبقاش شغالة كويس، وبلاش تدي بروفين للاطفال الاقل من 3 شهور. معلومة كمان، بلاش تدي لطفلك اسبرين خالص وهو سخن. 6، بلاش حد يدخن في البيت. 7، لازم نتابع الطبيب باستمرار. شكرا. نشرة اليومين دول هنقول لكم على 4 أو 5 طرق لو عملناهم إن شاء الله ممكن نحمي أطفالنا إن يجيلهم التهاب رئوي. أنا دكتور حازم رجب، استشاري طب الأطفال. أول حاجة، التطعيمات. أكتر تطعيمين ممكن يحموا أطفالنا من التهاب الرئوي اللي هو المكورات الرئوية والإنفلونزا الموسمية. المكورات الرئوية دي بتتاخد تقريبا عند عمر شهرين، بس للأسف هي مش موجودة عندنا في وزارة الصحة المصرية، وللأسف بتبقى موجودة في المصل واللقاح. تطعيم الإنفلونزا الموسمية برضو مش موجود غير في الصيدليات والمصل واللقاح، وده بيتاخد عند سن 6 شهور ل5 سنين. 2، إن احنا نحاول نمنع انتشار العدوى. إزاي نمنع انتشار العدوى؟ ان احنا نعلم الاطفال ان هم لما يجوا يكحوا ما يكحوش في ايديهم، ويريت يكحوا في التشو او في كم الهدوم. كمان لازم نعلمهم ان هم يغسلوا ايديهم حوالي 20 ثانية باستمرار بالصابون العادي. 3، لازم نبعد الطفل عن المدخنين. التدخين السلبي للطفل ده بيسهل دخول الميكروب الى الطفل وبيقلل مناعة الطفل. 4، الرضاعة الطبيعية. يا ريت نعلم الأمهات إنها تصر على الرضاعة الطبيعية وما تستسهلش دخول اللبن الصناعي للطفل إلا عند الحاجة الضرورية. 5، بلاش الأطفال يشاركوا أصحابهم الأدوات بتاعتهم. بلاش يشاركوا الكوبايات، الأزايز، الشاليمو، أدوات المكياج. شكرا.